روح اللي تعال يا مخرج. ألف تريليون مبروك للحاصل على 600 نقطة اللي جاك من الجمهور تستاهله. أنت كفو ومطلق وأخذتها بيمينك. انبسط، ارفع راسك. ألف تريليون مبروك السلطان وحمد. أبشر أنا رد البر يا بن شعبوي. العب 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 شباب شباب، تذكرون مسعود بن شعفول؟ تذكرون مسعود بن شعفول يوم يقول بشوي بشيلكم وبشوتكم؟ شوتوا ابشر بسعد ودوه. التغيير يلا، ايش التغيير؟ يلا يا شباب يلا. مسعود مسعود ارجوك، ما معنا وقت، عجل ارجوك عجل. شوف ياكل نص حقك. شوف نتكلم نتكلم في 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 تقييم الشيف في المرايه. تفضل عجل ارجوك يلا. والله اني اقول ابنهم شباب والله والله. شوف عزيز عزيز ايش قايل؟ لا 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 مو عزيز، حمد. تدري عزيز شو يقول لي؟ حلف ان اكلهم احسن من اكلكم. تدري شو يقول؟ تفضلوا هذا التقييم حق الشيف، تفضلوا. تدري شو يقول؟ تطلعون تعالوا 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 تطلعوا عليه يلا. يقول والله تعالوا تطلعوا عليه وعجلوا يلا. ها عندك النظافة 20، انت اخذت 9، حماد اخذ 20، الوقت كلكم صفر، الشكل اخذت 10 يا سعد، انت مسعود هم اخذ 15، الطعم اخذت 10 انت هم اخذ 15. اذا الفرق 10. ابو علي قال لهم البسودية شباب ممكن تعجلون الله يرحم والديكم، عندنا فقرة رسمية ممكن اديها يا مسعود. خلاص علي الطيب يلا يلا سعد ارجوك يلا سعد. جيبوا لي مسعود يا اخوان يلا عشان عشان التغريدة يلا تفضلوا. من حقه. لا 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 شوف 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 تفضل يلا سلطان. تفضل عشان ننتظر التغريده يا شباب. تفضل من اللي ضحك؟ من اللي ضحك؟ حماده حلاله فايز. تفضل المرايه يا شباب. غرفه كئيبه مش عارف تعرف بالله. خل شيل دينا. شلونك انت طيب؟ شلونك؟ يلا حيك اسحب مني زكفه. يلا شباب سريع عشان تنزل التغريده يلا 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 حبيبي يلا. خلي في المنتصف. في قهوه؟ في شيء؟ نزل التغريدة كيف؟ هل هذه لغة أمر يا مسعود؟ سلمت يا حبيبي الله لا يهينك. أنت فايز حقك تسوي أي شيء. تفضل تفضل. شوفهم كانوا يسرحون ويتكلمون ومسعود سبق أنه فاز علي. كانت طبختي أفضل بشهادة حتى حسين الوايلي الله يذكره بالخير، يقول طبختكم زين لكن فزنا احنا. وقلت له البارح يا مسعود بكرة رد البرا بالطبخ. الحمد لله كنا انا وابو هادي قد التصريح. تقدرون تجيبون ذا وما خيبنا حقوة الجمهور وهم الله يعيش. لا 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 عادي. انت فايز انت انت فايز يعني المفروض تتوج تجلس. والله يا زميل والله يا زميل اللي شكله يضحك. انا مش دخلني يا اخوي والله يا ابو زمل. مسعود ممكن الله لا يهينك يا كلام والله العظيم
خلنا نسمع. خلي يغني علينا. لا إيه طبعًا بيغني. يا سلام. مسعود. وش اللي حاصل تكفى؟ ثاني مرة ما أدري ثالث مرة شكلك مؤسف ومحزن يا مسعود. إيش اللي حاصل؟ والله إني حزنت عليك يا مسعود. لأن أشوف في خطأ. خطأ من مين؟ منكم بعدين. من هل تشكك في الإدارة؟ دي تشكك في الشيف أنت؟ إيه. وش تقول؟ عطني وجهة نظرك تفضل. احتجاجك على إيش؟ كثر لك. هاي ثاني مرة يوديني المرايا وأنا أكل تيجي. وكيف حكمت انه جايبين الشيف ليش؟ دقتها انا وداقها جايبين الشيف ليش؟ حماده عزيز يقول انا بشكك في الجنة. سلطان احنا سمعنا ان في فطاير وما فطاير وين هذي؟ فيه ولا جوا؟ تعال 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 يجيبون الانتاج عاد. اوه احنا على الهواء. لا اجيبها. يلا يلا فايز انا معك. والله يا ابن عمي معلش هو يا عبد الله والله العظيم اني اعز عليه سجن مسعود. ايه يعز علي جدا وتشوفه كذا يشوفونه بيننا وبينه والله العظيم وبيننا وبين أهلي. والله أنا علي أبو سالم لكن وش أسوي؟ ظروف الأيام هذا الحاصل ولا أخيك. إيش تقول مسعود في هذه اللحظة؟ بس 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 أقول مسعود مسعود مو بنتي عبد. سب لك يا مسعود. مسعود إيش تقول في هذه اللحظات المؤلمة؟ الله لا يهينك يا كحلان. حي عينك وحي عيال الأردن كله. الله يرفع قدرك. يطير يلي على سر السجن غنى يطير يلي على سر السجن غنى سمعك سجين نهيضت على الغنى سمعك سجين نهيضت على الغنى سمعك سجين عليه ابواب وقفالي كنا جدارا على غصن الشجر كنا سلمت صح صوتك. تدري ان تغريداتكم يا مسعود الله لا يهينك يا كحلان عشان اريحك تكفى نصف الفنجال وريح انت. تغريداتكم نزلت تقريبا لها دقيقه. كم لايك؟ كم 1000 لايك يا شباب في دقيقه ما شاء الله القوه استاهلوا باذن الله نطلع في 6 دقائق. احنا نطالب الجمهور. اجيب لك كرسي يا حلال. لا والله نطالب الجمهور يساعدون اخواننا يطلعونهم. لا تطالب الجمهور مالك حق تطالب الجمهور. مالك حق الطالب. انت ما على رؤساء ما على احد من قوانين البرنامج عشان ما تاكلون خصم. ترى في خصم خفي والله ما اكذب عليكم. ما على احد من احد جمهورنا يطلعنا ان شاء الله. والله خصم خفي شغال عند التايم كود. فريق اسمه تايم كود يخصم عليك. تبغى يا شباب لا تخاطب الجمهور ولا تقول اطالب الجمهور. جمهورنا ما يلا طالب الشجرة طالب السماء طالب السماء المرغم يطلع لي يخش طالب النجوم طالب الطيور التي تغرد على عصافير أن تغرد أن تغرد على أرجوكم ليكو ليكو يا شجر يا نجوم يا قمر أبو كرسان ليكو تقصد القمر النجوم الجمهور لا ندور مشاكل عزيز تعال تعال أبو جميل تسمح لي أسأل عزيز كيف أسأل عزيز تسمح لي تقول يا مشعل مشعل تقول واسترح انا ليه مرقت انا مو بدوري ولا هو قرعه قرعه عليك في ذمتك كلت من صحن والله العظيم اللي ما تغديت الا من غداكم ليه لانها احسن لبك عزيز بس الله يحطني بحلكم عزيز 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 احلف انك ايش قلت في الكواليس الغداء زين وين ورب البيت اول ما ذقت الغداء قلت غداكم زين اول ما ذقته قال اثنين قال غداكم زين وجوز ما يوم اكلت يعني واستطعمت والله غداهم احسن دول طيب طيب والله يجيب ممتاز انا بقول لك هل تتوقع انه رايك يعني بيفرق في الموضوع هل تتوقع انك لو قلت هذه احسن وهذه احسن بياثر على لا لا هو قال بسبب كذا ايش قال هو يقول بسبب ضغط اي ضغط يسبب ضغط ضغط الشباب يعني ضغطهم اي قلت ترى طبخكم زين عشان يدلون بعض عزيزه لا تجرح يا جميل ما جرحت انا اقول يعني لا لا تفتح جاو يا حلو تعال يا ابو محمد تعال يا حبيبي تعال تعال انت حبيبي هات تعال تعال خليني لحكي خليني عبر خليني ريح وارتاح لا تبكي عزيز لا تبكي عزيز طول بالك جميل قول له اسف تاخو ترى قال الصدق يعني تاسف من رجل جرحته جرحته واسي واسي اضحك عزيز اضحك عزيز يلا عزيز عزيز اضحك انت حر ادري اني حر غيرك ما انت مقيد غيرك غيرك اضحك الله يبلاك عيالك يدخلوا مرايا لا لا ان شاء الله الله عيالي بيعرفون يعرفون يعرفون يا زينون احد ينطل البصل والكشن يحطون معجون الطماطم قبل البصل ترى بيني وبينك فرق 10 نقاط بس 10 نقاط طيب 10 نقاط دخلتك المرايا سعد شلونك الله يطول عمرك ولد سكر الدنيا مسعود
مسعود صدق والله يعني انت شخص حزنتني كثير صراحه. انا الظاهر انه ثلاث مرات الاسبوع الماضي الاسبوع الماضي الاسبوع ذا ثلاث مرات اشوفك صح؟ مسعود وضعك شيء ما تعرف تطبخ انت؟ لا حظي مو زين استاذ فاضل. حظي ولا مره يذوقني الفوز. صدقكم تغريدات يا شباب. اي بالله. تعال اكتب حماده في التايم. ما يحتاج اذا طلعت انت شو اكتب غرفتك. اوه يا الرب يا الرب علمه والله ما والله والله شو يقول شوف في غرفتك التغريدات بيعطيك الجوال. لا يقول روح عندك جوال في غرفتك يعني. شباب نصيحه لا احد ينظف الجوال لانه فيها خصم عليكم. نعم انظري الخصم والله على نظارات السباحه لكن ما في مشكله بيننا الايام بيننا بكره يا انا يا انت بكره عندي عبد الله ولا فريدي الاثنين انا ان شاء الله يا حظكم انا سعيد جدا انا حمد جدا. طيب منو بكره بالمطبخ؟ انا وعبد الله الشهراني وبسام وخالد الدوسري يفوز خالد. مبروك يا السهم والحمد لله على الاكتساح الحلو والفرحه الحلوه. الله يبارك فيه ويطول اعمارهم ان شاء الله يقبل اخوانا ان شاء الله بالتوفيق. والله اني اتمنى لهم الشيء الزين لكن منافسه بيضاء وجه الجمهور عز الله انه حصان حسنا عز الله انهم هم الداعمين هم اللي ما يقصروا لي بالله. شوف حماده خليهم يدعون لنا بالتوفيق قاعد ادور التيسير والهدايا ان شاء الله. خلاص عزيز انت شباب ست دقائق كم تتوقعون لايك؟ 4000 2500 تقسم جديفة ست دقائق 3000 ما شاء الله الله القوة الله الله يعزكم شيء صراحة مؤسف. أطالب النجوم وأطالب الشجاعة بس على فكرة الجد يعني أمس كان رقم قياسي في أقل من 10 دقائق أو تقريبا 10 دقائق جابوا الشباب 6000 لايك، اتوقع انه بيكسر الرقم هذا اليوم. باذن الله. باذن الله. اللي كانوا امس من يا شباب ذكروني بالله. احمد رحيم. احمد رحيم ومن؟ نايف الحزيمي متوقع. نايف الحزيمي استكزين. هم اللي سجلوا؟ لا لا هم كانوا برا بس قالوا يا ولد خلنا نسوي لايكات. حمد يا حمد ايش فيهم عليك؟ يا حمادة يا عشير الغانمين مغهورين غهر 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 اسمع حيموتوا من الغهر يا حمادة يا عشير الغانمين عاد في كبدي من الأيام حر شو بس عاد وأنا عم أدبغ ذا أدبغ يوم تسجيل ابن عمي شو علومك أنت وابن عمك أنت ورا ما أنت ورا ما تنطم أنت ولد عمك أنت ورا يوز مساكت معني على كلهم يا سعد هلا بيه انت بجد ايوه لا امان ترى قال ترى سعد طالع لا طالع انا في الورقه دي الورقه هيك الورق والد طالع في الشارع مره هذه اصبر ابو عابد خل مسعود يغني لنا اظبطك ابوك عصري ترى دي المذيع من احنا انا اطلب من عبد الله المذيع تقدرون تغادرون يا شباب انت جاي كامل لكم وفي نفس الوقت ما اقدر احضر لهم الجلسه هذه يا عبد الله لا اقدر ممكن نروح تقديرا لك طيب طفوا مايك حمد سولف براحتك مع الجدار مسعود وسعد لبيك كيف اموركم الله يطول عمرك كيف مايك شفتوا حد يطلع عفويه او يدخل ما نسمعك حبيبي عندك صوت طالع اقعد اشبع اشبع بجلستك والله ما تقوم والله ما تقوم شغل مايك حمد صدع تو صدع حي لي والله عينك صدق قاعد تتكلم ابشر على خشمي بس ابي مسعود يغني ايش بغيت بس اما الضيقه اللي دائما تعالي صغير يلا ولا عصيت الروحات يلا قل اما الضيقه تاكل الضيقه اللي دائما تعالي صغير شيل زرد شغلوا له بالله صدى سمعونا العود حزت عشر حشر الطير الطير ايش بتوصل انا زعلت حزت عشر طير كان على سجن الحديده الحديدي لو حولنا مش راف ولا اقدر اطير يا الله بسمة خير لا تبتليني يا زينك يا عايض شباب صلوا على النبي اللهم صل وسلم ايش فيكم؟ اما لو انه بعيك اخذ اول في مهرجان ملك عبد العزيز على سباله وعلى الاذان وعلى
طيب شباب هل 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 ممكن تكسرون الرقم؟ اتوقع انه ممكن يكسر الرقم اليوم صراحه. كم الحين؟ امس 10 دقائق 10 دقائق بالضبط 6000 لايك، اليوم كم ما اتوقع يعني. باذن الله نكسر التوقيت. اتوقع والله اعلم انه لن يكسروه. لا حيكسرون اتوقع. اتوقع اطالب النجوم. امس ويلكم باك يا استاذ عايز. امس في كم طلع؟ استاذ عايض الغامدي في كم طلع امس؟ هو عجبني صوتك صراحه في البيت. في كم طلع امس؟ 10 دقائق. طيب ابو جميري لبيك. نبي مسعود. يلا مسعود تكفى. يلا ضيقها اللي دايم انت علي عصير. الله الله وش حيلتي لا ردها لا تجيني. مسكين لا طال لا طال ظل العود حزت عجب الطير. لا طال ظل العود حزت عجب. يلا عليك يا لا طال ظل العود حزت عجب الطير. كان على سجل الحديد تحديني لا حولنا مشراف ولا اقدر اطير. يلا قسمة خير لا تبتليني. الله وعقارب الساعة توقف عن السير ولا كان في سكريبت سواتي حزيني. والعبرة اللي تاصل الحلق الحلق وتحير يا قربها لو قيل لي يا وين. سلامتك من الويل يا كحلا. ارحب ارحب يلا حيه. الله ونعم يا ابو هشام. بدون اي والله ونعم يا ابو هشام. حي لي والله عينك. الله يخليك لنا يا ابو هشام. على البركه هالملكه. الله يبارك يجعله على البركه. يعني كل ذا المناكر وكل ذا الهواش اللي بيني وبينك والله العظيم الله يجعله بيت السيف. تبقى استاذي ابو عابد. لا والله لا والله مهما وصلت مهما وصلت في المزاح معك او الشجار معك الى ابعد الحدود ومهما قال تبقى استاذي. لا الله يرفع قدرك. ومهما وصلت مع فهد معين وغيره يقولون استاذ. ومهما قالوا في تويتر فيبقى الحب اللي بيني وبينك والود والمحبه دائما بيننا. اكيد تقولون في تبوك مشاء. إيه يعني والله إيه بس أنت كل شيء تقول أنت بعد الله يديك. والله جيت استاهل والله. الله يجعل بيت السيف ونصيبه. الله يرفع قدرك. عقبال إن شاء الله من يتمنى الزواج. اللي ملك عقده غران ملك. إيه هو إشهار أشهر خلاص. أنا الآن في القفص الذهبي. عرست عرست؟ لا. ما تبي إن شاء الله في شهر 2 لسه ما بعد يدخل. الله يوفقك. بعدين قد متخرجين إحنا؟ إن شاء الله. أبشر إن شاء الله بنحضر بإذن الله. في رب الجنة والله يحييكم. والله إنك تستاهل يا أبو عابد. تستاهل الطيب. دقيقة يمكن زواجي مختصر. مختصر لا والله لو انه مختصر له خليه عام لحضوركم يا بعد. والله ان شاء الله. وين في تبوك؟ في تبوك ان شاء الله. ابشر والله بعجب. والله بالجنة بالصف العود. الله يحييك. مرحبا في ذمتي. ودي احضر بس خلاص تكون حضورك مو مهم. والله عزيز انت لازم تفرق بين البرنامج وعلاقتي معك الشخصية وبعد البرنامج حنختلف اكيد. لكن احنا في البرنامج فلك حدود ولي حدود. الله يعين ان شاء الله. يعين الجميع. هو متضايق بس انا والله يعين مسوي بصراحه. الله يعينك يا هذا الحب عزيز. ليلى يا رمانه ليلى يا رمانه الحلوه زعلانه من راضيها. انا راضيها والله انكم زعلتوني اليوم. انا راضي والله انكم زعلتوني. الحلوه زعلانه رب البيت الحلوه راضيها راضيها يا رمانه الحلوة زعلانة. الحلو زعلان الحلو زعلان الحلو الحلو زعلانة. انكسر البيت انكسر. كم لايك يا شباب وصلوا؟ يلا مشينا خلاص وصلت ادري انا اتوقع متاكد مشينا. يعجبني تصريح الرجال والله انكو. كم جبنا؟ للاسف ما قدرتوا تكسرون الرقم. كم الحين؟ 13 دقيقة 4600 لايك. للاسف توقع اقوى من اللي يمكن تجلس 4600 1400 اطالب العصافير والنجوم. لا تطالب في احد انهم ما عاد يكون يخلوهم نص ساعه ما فيها شيء. والله ما فيها شيء حقك. العرق ترى فيه خير مفيد يجدد الجسم. نعم يجدد الخلايا. لمين تهدى 50 نقطه؟ المشكله مو حتى نص ساعه وحر ترى فيها خصم 100 خصم 100 والله الخير على الخصم 5000. لا ما جاي تقدر تخلي كثير سعد مسوي مهتم. والله ودي اخدمك يا حمد صراحه. لي خصم 5000 اي بعد ما عندك الا كلوه عندي لك صغيره كلوه ما تشوف باس لا يجيك يلا الحين
يا عزيز يا انكس يا عاد مسوي مهتم امس خصب عليه 5000 بعدين حر يا ولد ضاحي جاء ضاحي اي جاء وين ضاحي لا والله تجلس والله ما والله ما والله مره انك واقف المفروض يجي لا ما جاء ضاحي تعال نجيب دين جيب دين جيب انا وانت بنجيب دين لا لا تعال تعال عبد الله مشعل مشعل انا بروح تعال يا عبد الله تعال تعال انا قمت انا تعال مش خلاص مشعل سلطان يا عصابة راسي مش بسعد صح بالعرب سلطان كيف مبسوط انت تكسر الطاولة ما كسرتها ها الا والله على وجهها لا هذا الصف العوج رجعتها مكانها يعني اللي سلطان ايش هذا العوج الصف العوج وين الطاولة مكسورة عايض من قال الطاولة مكسورة قهويكم عيال حب عينك والله بردك يا حمد انا ابغى اقول طيب تهلهل الطاولات كلها لا الله اكبر عقب ما كسرتها لا والله طريقة. كل يوم عدنا شيلة ناحت حمام الورقة صح كذا ناحت حمام الورقة صح يا مسعود به ناحت حمام الورقة ولا من نايح الورقة ما ادري يمكن هنا اسمع تعال لا والله والله ما ادري ناحت حمام الورقة من جري الموالي ايه. اسلم مطلوبة مطلوبة صب لي شاي يا مشعل ابشر انا اللي اصب لك يا ابو سعد هات كاسه ناحت حمام الورقة من جري الموالي من جري الموالي ناحت حمام الورقة ياللي نويت الفرقة والله منا بالتالي والله منا بالتالي ياللي نويت الفرقة وناحت حمام الورقة من جري الموالي من جري الموالي ناحت حمام الورقة يا سلام يا سلام بيض الله وجهك وجهك أبيض سجينا مع صوتك بسم الله عليك الله يبارك خلني ممكن أتكلم لبيك بس بقول قبل ما تتكلم نقطة أو كلام في خاطر صراحة مسعود حقيقته يعني هذا كلام الجد مسعود أنت أحد مكاسب قناة الواقع يستاهل والله يستاهل ما شاء الله تبارك الله إنه يستاهل مسعود ولا قصور في الجميع طبعا ولكن هذه الفرصة اللي نتكلم فيها عن شخصية مسعود مسعود كسب كثير من الأشياء من ضمنها محبة يعني الجميع إيه والله لا من طاقم ولا من جمهور ولا من ما شاء الله تبارك الله ابتسامة مسعود الله ما تفارقه ما تفارقه ولا لدرجة انه يحيرنا نقول متى يزعل مسعود ما شاء الله تبارك الله اطلع براسك وارجع لا الله يعزك والله يوم تمدح كنك تمدحنا والله يا اخوي عبد الله هذا والله من طيبك والله هذا حقيقة وما شاء الله اضافة الى ان مسعود احد المكاسب الفنية في البرنامج صح صوت واداء تمثيل حنجرة ما شاء الله والله انكم المكسب والجميع انت والادارة هو جميع الطاقة الله يرفع قدرك هذا كلام لازم ينقال صراحة حقيقة ولا قصور طبعا في بقية النجوم والله يا اخواني ما ودي انكم توقفون انا جالس لا والله بوقف انا طالبكم طلب والله طالبكم وجه جيبون ذا خلاص جيبوا وجه الدنيا بخير ترى انا ما احب اجلس اللي بقول مسعود قال قبل اتكلم وبتكلم لبيك مسعود من انقص الاصوات اللي سمعتها حتى قبل البرنامج عندنا منشدين هنا 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 يا رجال طبعا انت تميز يعني بكثره المنشدين حنا المره ونعم ما عليك جود والله ونعم فيكم ونعم في جميع الشباب ما قلنا شيء اكيد كل قبيله فيها منشدين وغيره بس حنا نتميز بعذوبه الصوت فلما تقول الصوت انتم تتميزون في كل شيء طيب يا بعد راسي يا بعد راسي لما نتكلم عن عذوبه الصوت اللي هو الصوت النقي مثل مسعود يعتبر صوت نقي جدا وش الاخلاق العالي هذا هو فريق ثاني يعني والان هو خلف خلف الشباك وهذه روحك عالية يا اخي وش هذه الروح الرياضيه يعني انا ماني باللي خلف الشباك هو فانا مرتاح الله خلف السوار اقضي بقيه باقي 12 دقيقه وكم الحين بشر باقي لكم صراحه 500 لايك اسال سعد شيء اطالب الشجر والنخل انكم ما عاد الا 10 دقائق لا تتبعون ارواحكم خلاص عطل بديش دغري بتكلم الشجر والنخل ان خلاص بقى 10 دقائق ايش الفائده؟ عاد يزودونهم بالاكسجين. اي والله خلاص انت والله دام ما انتهت اول خمس دقائق إيه؟ ما عاد له داعي. والله سعد الدبلوكسجين يقول ياسر التويجري إيه؟ ان لم اكن في الصف الاول امام ما عاد تفرق معي لو كنت قبل الاخير. بس الشباب طبعا
يا اخي انت طفعت يوم نزلت فيه ايش فيك انت؟ لا شباب والله ونعم، لكن هذا حظهم حابسهم يقولون نعم، يقول ما عليك زود لك سنة الساعة انا في الحظ ما عليك زود. وانت وش ما شاء الله تبارك الله بين الثلوج؟ انا اطالب انا اطالب اطالب بالغاء المرايا، المطبخ كامل يلغى. يلغى؟ يلغى نعم. ليه؟ رأي شخصي حقك رأي، بس اعطني وجهة نظرك كاملة عشان نفهم. ها؟ شلون؟ الاحجام الاحجام غير. انت بكره عزيز في المطبخ ابد رايك. الله يحييك بكره، الله يحييك يا عزيز، والحين الله يحييك بكل وقت. لا بس ودي ياخذون الغدوه، ياخذون لمتى؟ خلوها مع البث الساعه 6 تبدا. والله اتفق معك، عشان كذا بنبدا فيها الساعه 4 ان شاء الله بكره. والله هذا اللي محببنا فيه. تعرف وش اللي قاهرني؟ ان احلى مقدمين فيها. الله يعز. والله العظيم. الله يعز. من غير طبعا قصور في المقدمين الباقيين، بس احسكم لو تاخذ تستلمون بعد اشياء ثانيه. مثل؟ مثل عشوه. لا لا تسوي خوي، لا تسوي خوي. بناتي يتابعوني. بناتي يتابعوني. مال خوي عشان بناتك. بناتي يتابعوني. عشان بناتك. عبد الله الزبيري. لا تعرفني هذا الموقف المحرج. لا انت اقسم بما حل القسم انه روح غرفتي. انك صراحه انسان الله يستر. لا 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 الله يستر عليك، من محتاج انت من فئه الله يستر عليك فهد معي صوتها. هذا المقدم عرفت الغثيث كل شيء قفل صوته. اشغلت المهندس. لا الله يقبلك الله يقبلك. كذلك انت مشان عزيز تعال بيك. ايش قصده يوم يقول تعال 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 بيك شباب؟ ايش قصدك يعني؟ والله شلون سيارتك انت يا ابو جميري؟ يقبلك ابو جميري يعني غير مقبول؟ لا مقبول. ها؟ لا الله يزيدك ابو جميري. والله اي والله شوف تاكدوا الموضوع. لا عندي عبد الله مسعود. لا والله استاذ عبد الله. ايش نوع سيارتك انت؟ هي صفطه برا؟ لا انا اجي دائما مع السواق، السواق يروح. شلون ايش اسم سواقكم؟ والله سواق عبر تطبيق. والله لا بين شربت وايركم. منو؟ صوت اختار اكثر دي ايه. شباب ليش هذا كل هذا العقد؟ ايش دعوه دايم تفهمنا صح. الله يسلمك. نحن معك الجميل. مشكلتي افهمك صح. هذه مشكلتي. اي بالله. عبد الله الجميري اعلن الحرب، اللي يوقف ضد عزيز ترى انا ضده، انا وعزيز عينيه في راس. انت مشكلتك ضد نفسك. الله يسلمك. الخشم والعين تضرب الخشم تدمع العين. طيب يو اندرستاند بيبي؟ نو يو اندرستاند؟ نو اوكي تومورو جيت اوت. لا مشغول. ثانك يو ثانك يو. خله يا ابن حامد يبي يستانس لابس نظارة سباحة بيسبح بعد شوي. شباب تدرون ان كل الكلام اللي قلتوه مو بظاهر للناس للاسف؟ بس مو مشكلة خلاص اهم شيء سمعتكم. كم دقيقة شباب؟ والله طولوا ذول. تكفى اطلعوا عندي لكم علم. اطلعوا اطلعوا لبيه اطلعوا شيء لبيه. اطلع 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 انت هالوقت وزنه. اطلع اطلع اقول لك اطلع وزنه. عرقت شوف طلقني عرقت سكس باك. مشكلتك تفهم. سلطان انا مستحيل اجتمع معك في مكان غير هذا. لا حد حمام خلاص عبد الله للاسف. ايش هلا اليوم؟ لا 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 والله خلي شباب. حب اقول لكم الف مبروك. انت الوقت ورب الكعبه. بس وزنه لا باقي ما تدري ليش. انا ما ادري. انا ودي تعلن الخبر. ودي امشي تعلن الخبر عشان يعني ما يصير. اكتب لي ورقه. ايه خلاص اعلن بعد المهرب. شباب وش فيكم؟ انت مسوي بلاء في حياتك؟ لا والله سبكينها. وش اللي جاك؟ ما ادري والله. ثالث مره اخش هنا. طيب وش اللي حاصل؟ ولا عمري قد طلعت من هنا بالجمهور. ولا قد طلعوك الجمهور. ايوه الا اليوم. دائما الا ذا اليوم. الا اليوم ان شاء الله يطلعوا يعوضوني. تستاهل. وانت يا مسعود؟ انا والله متفائل. كل واحد ياخذ له 100 درجه. الف مبروك. ايش سالف؟ جيتكم جيتكم. فزنا ولا خسرنا؟ الحمد لله. ما استوعب. ودعناكم بالله اعزائي المشاهدين والمشاهدات. نلتقيكم ان شاء الله غدا الساعه 4 العصر. ودعناكم غدا. السلام عليكم. لبيك. لا يقول على البركه 100. طيب في طاير جوا. لا ما لو في جبتها لك. الشيبان الشيبان يجيبونها ويرمونها ويروحوا. اظن ياخذون ذراك الاعداد. مكيف يا ولد. الاعداد. دعني اشوف احد من الاعداد جاي ياخذ. عشان والله.
هي المدارة من هيك فيني كان يا